تعد مرحلة اختيار الكلية المناسبة بعد الثانوية العامة من أصعب المراحل التي تمر على الطالب، حيث التردد الشديد تجاه اختيار الكلية التي تتناسب مع إمكانات الطالب، وفي نفس الوقت يكون لهم مستقبل فيما يتعلق بسوق العمل، ويخشى الكثيرون الفشل. يرى خبراء أن بعض الطلاب أحيانا يستسلمون لما يفرضه المجموع رغم اختلاف ميوله، لكنه يختار الخيار الأعلى، وهو ما يعني خروج موظف روتيني غير مبدع لسوق العمل، في المقابل فقدان فنان مبدع في جانب آخر. فيجب أن يعتمد اختيار الطالب للكلية على ما يتناسب مع أحلامه وطموحاته وفقا لما هو متاح، وليس الاعتماد على أعلى شيء يناسب مجموعه وغير مناسب لقدراته. لذلك على كل طالب أن يحدد ميوله جيدا، بالإضافة إلى رؤيته لنفسه في المستقبل. وعلى الطالب أن يعي جيدا متطلبات سوق العمل بالتوافق مع إمكاناته وميوله، حيث أن هناك مهنا تزداد قوتها في المستقبل مثل البرمجة والكمبيوتر والتشفير والتعامل مع الداتا الرقمية بشكل عام. ومن المهم أن يتجه الطلاب نحو الكليات التي تؤهلهم للمهن الجديدة أو المتطورة، وفي حال فرض عليهم المجموع وشروط التنسيق كليات بعينها، فهذا لا يعني توقف طموحهم أو رغبتهم العملية. مرحب بحضراتكم من جديد. وطبعا زي ما سمعنا في التقرير، فعلا مرحلة الثانوية العامة والمرحلة المفصلية ما بين خلاص انتهاء فترات الدراسة الطبيعية والتحول للجامعة فترة تاني في الحياة، الحقيقة الموضوع بيكون صعب شوية وفترة تحول كبيرة جدا. وفي ظل طبعا نظام المصري المعمول به في مكاتب التنسيق، دايما المجموع هو اللي بيحدد الكلية اللي انت ممكن تروحها. لازم اي طالب، او بنقدم دايما النصيحة لاي طالب، ان هو يتقبل هذه الكلية بصدر رحب، ويحاول ان هو يعوض ما فاته في الكلية اذا ما كانش هو داخلها عن اقتناع او عن حب، ويحاول يحقق ذاته في هذه الكلية. ممكن تكون بداية طريق ليه جديد ويقدر يستثمر فيه ويفتح حياة جديدة تماما مختلفة عن حياة الثانوية العامة وحياة الطلبة بشكل مختلف جدا. ان شاء الله بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم هتكون النتيجة بإذن الله الأسبوع القادم، وهو أول 10 أيام في شهر أغسطس كما اعتدنا. مكاتب التنسيق كمان بتجهز أبوابها عشان استقبلوا الرغبات الطلاب، ويتم توزيعهم بإذن الله على الكليات في جمهورية مصر العربية. نتمنى كل التوفيق وكل الأمنيات الطيبة لجميع الطلاب في كل مكان، وتكون بإذن الله رغباتهم محل تحقيق، ويكون مجموعهم يأهلهم للكلية اللي هم حابينها، وينجزوا ما يريدونه دايما في الكلية الجديدة أو الحياة الجديدة اللي هم رايحين عليها. أنا نرحب بضيفنا الكريم اللي دايما مشرفنا، دكتور خالد أدري الخبير التربية. مشرفنا دكتور خالد، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور خالد، الحقيقة مرحلة الثانوية العامة مرحلة مفصلية جدا، والطلاب يمكن فترة ضغط نفسي وفترة صعبة عليهم جدا، ودراسة وجد واجتهاد، ويحاول يجيب المجموع عشان يخش الكلية اللي هو حبيبها بمعنى أصح. نتيجة القلق بقى اللي هم بيبقوا دايما متوترين قبل نتيجة الثانوية العامة كده، اللي ممكن نقوله لهم بقى والنتيجة خلاص على الأبواب زي ما بيقولوا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طالب الثانوية العامة طالب يعني واقع تحت ضغط نفسي رهيب طبعا من قبل الأسرة، اللي هي بتتمنى ان هو يخش كان كلية القمة اللي هي الارث الاجتماعي اللي هو اللي كان متوارث منذ اجيال، بان الثانوية العامة هي عنق الزجاجة، وان هي بتحدد مستقبل ومصير الطالب طول العمر، خاصة في احتلاله او مراكز متقدمة في كلية القمة ده كلية الطب والهندسة. الامر ده اصبح غير طبيعي، اصبح غير مألوف في الحالة الاقتصادية العالمية اللي هي بنمر بها الآن. وتسمح لي حضرتك ان انا اعرض سيناريوهات للثانوية العامة. السيناريو الاولاني هو السيناريو الواقعي اللي احنا عايشينه، استمرار جهود الدولة في توفير التمويل اللازم ل 707 الف طالب للحد من او الوقايه من جائحه كورونا، في توفير التدابير الوقائيه والاحترازيه لهذا الفيروس. الجزء الثاني ان الوزاره عملت مجهود ضخم جدا في خاصه في التعاون والتنسيق والتكامل والتناغم مع
وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية. الأسر قامت بضغط نفسي رهيب وتمويل قائم على الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية والمجموعات التقوية، لدرجة إن تلتين دخل الأسرة موجهة أساسا للدروس الخصوصية. كان بخمس سنوات في مضت بيمثل 1/6 من الدخل القومي لمصر، يعني 30 مليار جنيه، مع الغلاء المعيشي وصل ل 40 مليار أو 45 مليار جنيه. الثانوية العامة في مصر حاليا بتؤدي إلى ظاهرة التنوع الثقافي والطبقي والأيديولوجي للمجتمع المصري، يعني مجتمع الفقراء بيتمنى سقف توقعات أو تطلعات بتاعته أو أولاده يخشوا التعليم الجامعي اللي هو المجاني. الأسر المتوسطة اللي هو التعليم الجامعي الخاص. الأسر الخاصة بالسرية أو النخبة أو الصفوة في المجتمع اللي هي الجامعات الدولية اللي هي الأمريكية والكندية والبريطانية والألمانية إلى آخره. الأسر اللي هي ذوي النفوذ والسلطة اللي هي الكليات العسكرية. والأسر الخاصة بالثراء الفاحش بيتعلم ولادها بره في دول أوروبية زي رومانيا وأوكرانيا وكندا وإلى آخره من الدول. فإحنا بنتكلم عن الطالب الثانوي العامة لا يقع تحت ضغط نفسي، يأهل نفسه لفرصة عمل في التحقق في المستقبل، يعني يخش تخصص محتاج المستقبل زي البرمجة والذكاء الاصطناعي. أنت دخلت في التحول الرقمي أو الرقمنة، فعندك البرمجة، محلل النظم، إدارة النظم الذكية، إدارة الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الروبوت، فك الشفيرات الكمبيوترية، في الطباعة ثلاثية الأبعاد، في البيئة الافتراضية. كل هذه التخصصات يحتاجها سوق العمل في المستقبل، ولذلك لازم التعليم يخرج إلى بيئة تنافسية وإلى وجود حاضنات الابتكار التكنولوجي ولا مراكز التميز اللي بتؤدي الى الاختراع والاكتشاف والموهبه. وده السيناريو الثاني اللي هو المفروض ان يحصل تحرك للثانويه العامه تربيه لسوق العمل العالمي، اللي هو من خلال وضع مناهج ستيم في مرحله التعليم الثانوي الى العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات كما فعلت الصين، بالاشتراك مع شركات خاصة لتصميم مناهج تعليمية متقدمة في هذه المجالات. وبالتالي انت عاوز تخرج لإطار التنافسية العالمية، لازم يحصل تطوير في مناهج التعليم الثانوي أو تحريك لمناهج التعليم الثانوي نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عشان تنافس دول متقدمة زي روسيا، زي الصين، زي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي محتلة دلوقتي مراكز متقدمة، وخاصة برضو دول الاتحاد الأوروبي. يعني أمريكا لما تنبأت سنة 2000 إن 39% من قوة العمل هتكون من العمالة متوسطة التأهيل اللي هي 12 سنة دراسية بمعنى التعليم الثانوي، وإن 16% فقط هيبقى من التعليم الجامعي، النهاردة شقلب هذا المفهوم رأسا على عقب. ليه؟ لأن بعد جائحة كورونا هيبقى في 25% من سكان العالم بالعمل حائزين على التعليم الثانوي فقط، و 27% تعليم أساسي غير مكتمل، والبقية المتبقية هم مؤهلات عليا ذات كفاءة ومهارة معينة في صناعة المعلومات. إذا إحنا بنحرص على إن يكون الطالب بتاعنا حاصل على الأقل على مؤهل عالي وجامعي، لأن هم هيسموه عمالة فنية ماهرة متدربة على صناعة المعلومات. الاتحاد الأوروبي لما تنبأ برضه سنة 2000 قال أنا عاوز 5% بس في المجتمع الزراعي، وعاوز 5% في التجارة، وعاوز 15% في الصناعة، وعاوز 25% في الخدمات، و50% في قطاع المعلومات. النهاردة العالم يبحث عن أصحاب اللياقات الذهبية. صح. وأصحاب اللياقات الذهبية اللي هم الناس المتخصصة في صناعة المعلومات والحوسبة إلى آخره
من التكنولوجيا الرقمية اللي هي بتجوب العالم الآن. طيب دكتور خالد، برضو توقعات حضرتك لنتيجة الثانوية العامة بقى المرة دي؟ يمكن السنة اللي فاتت كانت أول سنة إن احنا نتصدم بقى في المجاميع اللي كنا بنشوفها 100% و101 و103 و104، الحاجات السنة اللي فاتت كان الموضوع مختلف خالص خالص يعني. طبعا هما بيعملوا امتحانات سايكومترية اللي هو مقارنة أداء الفرد بأداء المجموعات أو أداء مجموعة معاه. الامتحانات كانت لو أنت عملت دراسة تطبيقية للتعليم الثانوي كان من سنتين 650,000 طالب، وبعدين 653,000 طالب، وبعدين السنة دي 707,000 طالب. فالمؤشرات أو الشواهد بتقول إن هي هتبقى نفس شروط التنسيق بتاعت العام الماضي. خلاص؟ طيب أنت دخلت التابلت وتعليم إلكتروني والمنصات التكنولوجية والإلكترونية والامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، كل دي شواهد بتدل على إن في تطوير في التعليم المصري قامت بيه الوزارة، لكن مش قادر تنافس مع بيئة تنافسية عالمية، مش قادر تضع نفسك على خارطة التقدم في مجال التعليم بالذات. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان انت دلوقتي بتفرض الطلاب حسب الامتحانات الالكترونية الى الطلاب اللي هم متوسطي الدرجات وبعدين درجات يعني جيدة، بالتالي الطالب انه يخش الجامعة. الطالب لازم يكون عنده جهاز إرشادي وأكاديمي يوجهه نحو التخصص اللي هو الملائم لسوق العمل، ولذلك لابد أن يكون في وحدة تابعة لوزارة التربية والتعليم وتنسق مع وحدات الوزارات الأخرى في مجال الطلب على احتياجات سوق العمل. فده موضوع يحتاج إلى دراسة، يعني اتخاذ قرار الموضوع الثاني اللي هو لازم ان انت تهتم بالمعلم في المكون التكنولوجي بتاعه في مؤسسات الاعداد اللي هي مؤسسات كليات التربيه ومعاهد التربيه، لان المكون التكنولوجي ده هو الملائم للتعليم الالكتروني، وبالتالي لابد ان يحدث نوع من التنميه المهنيه المستدامه للمعلم على راس العمل في مجال المكون التكنولوجي، ووجود استشاري فني في داخل المدارس كوظيفة مستحدثة لتعليم الطلاب دخول على الانترنت وتعليم المعلمين دخول على بنك المعرفة وتدريب عليه. ففي بعض الأمور المغذية أو المعززة للتعلم هي دي بتخلي التعليم له مراكز متقدمة في مجال خارطة العالم المتقدم. النهاردة الدول بتنافس بعض على التعليم، التعليم هو أحد أدوات الحكم وكسب شرعيته. لما تيجي تبص للمجتمع، حتى المجتمع محتاج للتعليم أكتر من الغذاء ومن الكساء ومن الدواء. لأن هو اللي بيدي اللي بيترجم ده كله يعني. أمنية كل أسرة إن أولادها تتعلم. خاصة إن في نسبة عالة دلوقتي 66% بالنسبة لرب الأسرة. ممكن يكون عنده اثنين من الاولاد متخرجين من التعليم ولكن دون عمل، صح، متعطلين، صح. فانت عاوز توجد فرد يتعامل مع الشركات المتعدده الجنسيات، وخاصه بيسموها في بعض الدول المستعمرات التكنولوجيه، اللي هي بتطلب عماله بالالاف وبتديها مرتبات سخيه جدا قد تصل إلى 30,000 دولار أو 40,000 دولار للعامل اللي هو بيشتغل في الدوائر الإلكترونية المتكاملة، زي ماليزيا النهاردة تعتبر ثالث دولة في العالم في صناعة الدوائر الإلكترونية المتكاملة. طيب الفرد ده اللي بيشتغل في الشركة ممكن هو يخرج أسرته من دائرة الفقر إلى دائرة الانتعاش الاقتصادي، والدولة بتاخد رسوم على العامل ده من الشركات برضو بالعملة الصعبة. إذا هو أفاد الوطن وأفاد المجتمع، صح، في أن طيب. واحد وأفاد نفسه دكتور، عشان قدامنا دقيقة واحدة، ننصح الطلبة يختاروا إزاي؟
الكليات؟ أنا بشوف سوق العمل احتياجاته إيه. النهاردة نظم معلومات الحاسبات والبرمجة زي ما سعادتك قلت، ومحلل النظم، كل دي لها مطالب شديدة جدا في المستقبل، ويبقى فيها يعني أعداد سخية جدا للقبول بها. ولازم الطالب يفهم حاجة، إن هو يتقبل فكر التدريب وإعادة التدريب عدة مرات في حياته، لأن في تبدل للمهن والوظائف. بدليل حاجة، الروبوت هيخش فيه شرطة الشارع اللي هو بينظم المرور، هيخش في المقاهي، كل حاجة، هيخش في جراحات التجميل كما فعلت كوريا الجنوبية. يعني 25% من دخل كوريا قام على جراحات تجميلية اللي بتقوم بها الروبوت. هيخش في الكباديل المذيعين، لأن هو هيبقى مغذى بالكمبيوتر ببعض الأسئلة والأجوبة، ويقدر التفاعل مع المشاهد. فإذا أنت عندك صناعة الروبوتات، وعندك فك الشفيرات، وعندك الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعندك البرمجة، محلل النظم، إدارة النظم الذكية، يعني بمعنى أصح كل التكنولوجيات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، كل ده أنت محتاجه. الهندسة الوراثية، الهندسة الطبية، كل ده أنت محتاجه في المستقبل، وخاصة مع ثورة التكنولوجيا الرابعة. مظبوط، واخد بالك سعادتك؟ إن أنا التكنولوجي اللي هو العلم اللي هو فيه عديد التخصصات المالتي ديسيبلينري، يعني ده المستقبل للتخصصات ديت. فلازم يكون يعني ما نصح نجم كده ان كل حاجه تكنولوجيه لازم يدرس سوق العمل في ايه عشان يختار بشكل طبعا صحيح. طبعا سوق العمل هو اللي بيفرض نفسه. مزبوط. على المناهج. صحيح. شرفتنا يا دكتور خالد، وسعداء دايما بلقاء حضرتك، ونتمنى نشوفك تاني باذن الله قريبا. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور خالد ادري الخبير التربوي، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونتمنى التوفيق باذن الله لكل ابنائنا في الثانويه العامه، ربنا يكرمهم ان شاء الله وتكون درجاتهم هي تحقق احلامهم ان شاء الله، ويخشوا الكليه اللي هو محتاجها. كل التوفيق باذن الله الفتره القادمه، وبشكر حضراتكم لكل حسن المتابعه، والى اللقاء.